محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أقسامي قزاياي حملية. فرمي ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، أي لقضية موجودة لقضية موجبة حتما أبي موضوعك موجود به. ما بلا مثال بيري نوبو أو بإصلاحك عشان أبي مثلا رين زيد قائم ونين توقرك نسبة قيام ولا زيد بدي باشا ليرا أقر زيد نبي ناكري نسبة قيامك ولا بدي فز وجودي موضوع بيويستا وجود خارجي كي حربي أما أو إذا لازم لك وجودي خارجي بيه فرضيش بيه هربي وجودك هي قرأك بيه ببيه بلا هم بوه سلب مثلا الله زيدون ليس بقائمي لازم لك زيد ببيه شو تو سلبي قيام اللي يكره مثلا الله زيد نوي ساوة لبر شي قيامي نية زيد لبر اوه خزيد هر نية تا قيامي ببيه يعني لبر اوه هيا بلا هم دانيش دوه جا اقرأ اي ثانية ايما بلين صالبة ابيت دو جور مثلا زيد ليس بقائم اقر قرار بيه زيد قيامينية لبرشي قيامينية لبروي كهرنية تابي بيه في غير صالبة بانتفاع موضوع صالبة بشي بانتفاع موضوعك يعني موضوع نية لقزي كابوية صالبة حاضر بي دي امره جوري كي شكريه زيد هيا بلا مدانا نشتا بلا قائم نية بلا كدانشتوا مثلا بلي. او سالبة ولا سالبة بانتفاع موضوع نية بلي. يعني السالبة كي هلا برا ونية كا بلا ولا موضوعك موجود نية بويا نية بلا موضوع موجودة بلا مؤصفة تيواتو ولا تيانية بلا حاضبين جاء عليه اذر قزية كان موجببه حتما ابي موضوعك موجود به جاء وقت اما محققا يا محققة ببي وهي الخارجية كبقى قزي خارجية أو مقدرا يا لتقديرها لنزل أجيله فالحقيقية أو قزي كمان قزي حقيقية أبي أو ذهنا فالذهنية يا لذهنها أبي فأبي فالذهنية كواتا أو قزي موجبي كديار وجود موضوعك هيا باعتبار تقسيم وجودك أبي بس وجودي محقق وجودي مقدر ووجودي ذهني ليه امجاره اگر محقق بي او خارجيه يا اگر مقدر بي حقيقيه يا اگر ذهني بي او ذهنيه جواب اخوانين عليه سامح حمدي ولا بد قوله ولا بد في الموجبه اي في صدقها يعني بو اويك موجبه صدقي بي تحققي بي بيتدي وذلك شن لان الحكمه في الموجبتي شن حكم لموجبة دا بشيء أبي حكمك بثبوت شيء لشيء يعني عايسة مثلا تو حكم بشيء عايسة زيد قائم تو حكم بشيء كروه بثبوت شيء كقيامة بو شيء كتر كزيد أما أوه كواتا حكمي كلموجبة دا أكري بثبوت شيء لشيء دكري معلوميش وثبوت شيء لشيء وأما كثبوت شيء بو شيء ببيع باشا فرع لثبوت المثبت له ثبوت شيء لبو شيء أعقر أعو حاصل بو بيت دي فرع بو ثبوت مثبت له وكا بو أشتكان بو دياري كم مثلا إيسا إيما ودمان زيدون قائمون باشا إيسا حكم ما قزي موجبه حكم تاكرا بس ثبوت شيء كقيامه بو زيك اشتكي ترى ثبوت شيء لشيء جالي وا زيدك كقيامك يبو ثابت كراوه ابيته مثبت له يعني ثابت بو كراو بلى قيامك ابيته مثبت بلى يعني ثابت شده ثابت بو حربي عائسه ايما حكمك ما نكرو حكمك شيء ثبوت شيء لشيء ثبوت شيء لشيء بلي. دي امره ثبوت شيء بو شيء كيف يا ابي اشيء مثبت له هي ببي
جاسبوتو شيء لشيء بيعال بلعب. أو عربي تيسبو هنا كان مسبة له وكشي اللي هو موضوعك يعني أو بويا عليه عليه بويا كان حتما لموجب كذا وجود موضوعك بيويستا شنك حكم لموجب دا بس ثبوت شيء كبو شيء تل ومعلوم شو ثبوت شيء لشيء أما ثبوت شيء بو شيء تل فرع لثبوت المسبة له فرع بو ثابت بني مسبة له وك كم منزوري ام بمسلم له شيء اعني الموضوعه او موضوعك كانت وجودي موضوع بيمس فانما يصدق هذا الحكم نوكو صادق باء او حكمك ثبوت شيء لشيئين باشا اذا كان الموضوع محققا موجودا زمانك موضوع كمان محقق موجود به كما في الخارج اقول زيد قائم زي خارجها كي ان كان الحكم اقر حكمك كرابه بثبوت المحمول له هناك حكم كلاب بس ثبوتي مثلا محمولك كقيامك يا له لبو موضوعك هناك لخارجه او في ذهني كذلك قال ذهنا بهر بوجوه حكم كلاب بس ثبوتك اما تواب ثم القضايا الحمليه المعتبره في العلوم فاشن هم او قزياني كمعتبر للعلوم ده باعتبار وجود موضوعها باعتبار وجود موضوعك كان معتبر لها ثلاثه موضوعها لها وقضية كان ثم القضايا الحملية أو قضية حملية المعتبرة أو قضية حملية معتبرانة كالعلوم داهية حاضبين أها جام بشي اعتبار معتبر باعتبار وجود موضوعها لها معتبر حاضبين يا باعتبار وجود موضوعها كمعتبر يعني أقر وجود موضوع كان معتبر نابن لها ثلاثة أقسام بو أو جور قضيانة سيبش هي بو لأن الحكم فيها شو الحكم لوانا إما على الموضوع الموجود في الخارج محققا يا لسان أو موضوعيك لخارج ذا بمحققي موجودة وكو كل إنسان حيوان كحكمك لسان بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج بو معنى هر إنسانك إست لخارج ذا موجودة باشا أو حيوان لخارج وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا ويا لسر هل موضوع موجود في الخارج ولا مقدرا وكل إنسان حيوان بش معنى بمعنى أن لأن كل ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا حالبي وابكي هاليوا يعني هرشي كموجود بيه لخارج ده إنسان بيه فهو على تقدير وجودي في الخارج حيوان لسر تقديري أما كأجر وجودي بيه لخارج حيوان نعم أذن شو أنا؟ عائسة تقول كل إنسان حيوان. أجر منزول أو إنسان نبي كعائسة موجود وهن ومحق هنا كيا. قضية كم تشي؟ محقق كيا. خارجية. باشا. ولي وقت وياتهم منزول أوانية. كل إنسان حيوان ما دام كإنسان مو كله خارج يا ببيت كله نبي. حالبي. تو هنا عائسة مثلاً تو هشتاشنا نعورده من على النبوة حالبي. من على كي توشر إنسانة. لحركة نية أها ولي توشي مثلا تقديري وجوده قال أقر وجودي ببيه إنسان عربي بلي وإما على الموضوع الموجود الموجود في الخارج مقدران وكل إنسان حيوان بمعنى أن كل ما لو وجد في الخارج هرشي لخارج ببيه حال وحال وكان إنسانا كلا خارج أبو إنسان يشبيه فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان لسر تقدير وجودك إلى خارج ذا حيوان حربي وهذا الموجود المقدر الموجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة كان يالا أفراد ممكنة ذا اعتبار ينكر بس إنسان وقام فردانه كل أفراد كتري شي ببيه باشا لا الممتنعة نق ممتنع كأفراد لا شيء مثلا تولا تواني بلا كل لا شيء فلان شنك ناتواني أفرادي بولا نذر قري تقديري بوكي يا كأفراد لا شيء وشريك الباري يا شريك الباري أفرادي وداني أما وأما وإما على الموضوع الموجود في الذهن يا لسل أو موضوعي حكمك أكري كلا ذهنها موجودة وكو شريك الباري ممتنع عايزة امتناع خوي حكمك ريها شريك الباري الله ممتنع حربي فزيسا أو شريك الباري فقل ذهنها إلى خارجانية بمعنى أن كل ما يوجد في العقل يعني هاجي لعقل جيركوية ويفرضه العقل شريك الباري وعقل بشريك الباري دانا به
فهو موصوف في الذهن، أولا ذهن موصوف ده بيبشي بالامتناع في الخارجي، بامتناع خارجي نقل امتناع الذهني، وهذا إنما اعتبره في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارجي. أو نوكو اعتبارا كلو أم جوريان لو موضوعات ذا كأفراد ممكنة التحقق إلا خارجانية. حاضر دي أمرا، وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء منها، أما خزيين معدولة ومحصلة ودابة شبه، أم تقسيم شبه اعتباري وجود حرف حلقة كل حرف سلبة حرف سلبة أكريت الجزء أقل موضوعك يا لمحمولك يا ناكريت الجزء أقل. مثلا إذا كان إيما لا رجل في الدار باشا لا كحرف سلبة ولنما أنكرت الجزء أقل موضوعك خوي بجاء تركيب اللي أدينا تركيب نحوي كيف بجاء مثلا لا كلا في جنس رجل اسمك إيه باشا بلا الله جئت بلا زادين بحرف جر لا زادي في مجهول بيكو بلا يعني بهردو كان وبن بمعمول بلا او اي تبتو حرف السلبة كل كردب بجزء الى موروعك بلا جاء امان قزيم مجيب شابه مثلا اري كل بلا كل دي جمادين جماد يعني ويك جان لبر كل جمادين لا حيوان بلا مثلا كل مبتدايا كل مزاولة جماد جماد مزاولة دي لا حيوان خبرك يهدي نالي لا كبجيا تركيب كي لا كلا ينافيه وحيوانك أو يبصريك وابن بخبر وأمانة وني لا حيوان يعني تو هاتوي كردوتا ب مثلا ألا حي لا عالم ألا حي مبتداه يعني يوازن دنيا يعني نازندو نا عالميش أجا زندو نبي عالميش أو عربي يعني هو فعلا معدولة الطرفين واتتو حرفي سلبكل كردب جزء اقل موضوعك يا لمحمولك اقل لقزي كذا حرفي سلبي تيانا بمحصلة اقل حرفي سلب ببو بجزء اقل موضوعك او معدولة الموضوع اقل حرفي سلب ببو بجزء اقل محمولك هو معدولة المحمولة عدولي بيكراوة لحرف سلبك عدولك ذاني شون بيكراوة لوك حرفي سلب خوي مثلا بجيا ليقدان ويكي هيا لتركيب نحوية مثلا بجيا تركيب يكي سواء لها توا لقال كلمة كتير أبوه بيكي بمبتدا عن حساوة كي بفاعل عن حساوة كي شو زان بخبر عن حساوة كي لقال دانية ترى حساوة كي بوه معدولة أقل حرف سلبي جزئي هر لأنه فيرا معدولة طرفين وكو ألا حيو لا عالم جاء لي حرف سلبي عليه وقد يجعل حرف السلب جزء من جزء منها وجاري وهي حرف سلب ذكرت جزء اقل ذكرت جزء او حرف سلبه يعني ذكرت جزء بجزء الى قليك مثلا واحد ثاني جزء الى قليك موضوعه باشا او حرف سلب جاء ذكرت جزء لو جزء جاء وقت اقواكرا فتسمى يعني فتسمى القضية معدولة بخليك يجن معدولة وإلا أقل حرف سلب نكراب بجزئك لا أجزاء قزيك أو فمحصلة يعني فتسمى محصلة بخليك يجن قزي محصلة أويك علي حرف سلب وكل كلا وليس وغيره مما يشاركهما في معنى سلب لو أنك شريكي أو دواني يعني شريكي لا وليس كان لمعنى سلب لا قوله من جزء إما من الموضوع فقط أو من المحمول فقط أو من كليهما. جاء يعني كبكين بجزء إلى يعني حرف سلبك كين بجزء بو جزء كي قزيك. أو يا أي كي بجزء إلى ما أي كي بجزء جزء إلى موضوعك أي كي يا أي كي بجزء جزء إلى محمولك يا أي كي بجزء جزء إلى هردك. فالقضية على الأولى على الأول إلى سحارتي وتسمى معدولة الموضوع. وعلى ثالثة مجمع تسمى معدولة المحمول وعلى ثالثة تسمى معدولة الطرفين معدولة بوشي لأن حرف سلبي موضوع لسلبي نسبتي يعني حرف سلبي أصاب بويدان راوى سلبي نسبتي بيبكي بلان فإذا استعمل الله في هذا المعنى أقرب كارها وريا ولأن لو معنى كسلبي نسبته باشا دي كان معدولا عن معناه لسلبي معناه سلبي لا دراوى فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها معدولة باشا
إيتر ناو براوة أو قزيي كأم حرفة جزئي كلا جزئي قزيك بلى ناو براوة بمعدولة أم كارش كلاوة تسمية للكل باسم جزئي بلى باشا بناو بردا كردني كل باسم جزئي أو كل مثلا لنا قزيك يا ما تنيا حرف سلبك معدولة بلى هو أنت مع كشيء بكل قزيك يجي معدولة معدولة آه حربي كل كما نونا باسم جزئي والقضية التي لا يكون حرف سلبي جزءا من طرفيها وأو قزيش كحرف سلبك جزء أجلدو ترفكينية تسمى محصلة في وتين محصلة لا برابر معدولة عربي بس بتاعي مواجهات